العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في قوله سبحانه وتعالى: وما صاحبكم بمجنون، المضمون الفعلي لكلمة وما صاحبكم بمجنون القناعة، الرضا بما قسم الله تعالى للإنسان. إن كانت لدينا قناعة سليمة يجب تغييرها، فالله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مرات بتكون القناعة موجودة عند إنسان، بيجي واحد بيقعد معه نص ساعة زمان بيغير له القناعة تبعه، أو واحدة بتغير له القناعة تبعها. بيقولوا الله محيي ثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل مع مرور الزمان. كان رجل يرد المسجد في زمن شيخ أمين، اجا شيخنا شافه بالجامع، يعني شيخنا وهو حديث السن كان يشوف هالرجل بالجامع، لما صار القيادة لشيخنا ذاك الرجل بقي على ما هو عليه 20-30-40 سنة على نفس الخط. فشيخنا ضرب مثل قال: هذه الاستقامة، الاستقامة عين كرامة، هذه الاستقامة منذ بدأ حتى النهاية لم يتغير. منذ بدأ حتى النهاية لم يتغير. فالله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كانوا مستقيمين على خط واحد فالله معهم، وإذا هن انحاصوا فرب العالمين بأديهن الحوصان تبعهن لوين وصل. ولكن ليعرفهم القناعة
القناعة بأنها هي الرضا. فعلينا أن نسمع ونلقي وراء ظهورنا، صح؟ لا تقولوا عني إني أنا عم خلط كمان. يروى أن ملكا في أحد الأزمنة كان ليس راضيا بما قسم الله تعالى له. بدو أحسن من هيك؟ وكان كثير القلق، مشغول البال، دائما بتلاقيه ما عارف يستقر على حال. وفي يوم من الأيام وهو في هذه الحالة سمع العامل في الحديقة، في حديقته يعمل وهو يغني، فاستغرب الملك من حال هذا العامل الذي لا يعمل إلا ليحصل على قوت يومه. قديش الملك عنده ماله رضيان والعامل رضيان، بالوقت اللي غير أكلات اليوم ما في. ولا يعمل العامل إلا ليحصل على قوت يومه، وبالرغم من ذلك هو قانع بما لديه. العامل عنده قناعة، الحمد لله أنا هذا الله قسمني يا رضيان، وسعيد بما قسم الله له. فاستغرب الملك ونادى وزيره وسأل الوزير: لماذا أنا لست راضيا وهذا العامل الفقير راضي؟ بيش درسنا الأمور واعطينا الجواب، بل تسمعه يغني وهو يعمل وسعيد بالرغم أن ما يحصل عليه من مال لا يكفيه إلا له. لو إجت زوجة ما في، إجا ولد ما في، أكلاته على قده، شغلاته على قد أكلاته. لا يكفيه إلا لستره فقط. قال الوزير: اسمع يا مولاي، اسمع، ليس كل شخص تراه بعينك يعمل ويغني تعرف أن له قناعة كاملة. بجوز هو عم يغني لكن ما له قنعان. اسمع يا مولاي، اذهب خلف هذا العامل وضع أمام منزله كيس يحتوي على 99 قطعة نقدية ذهبية،
واقرع الباب ثم اختبئ لتعرف مدى قناعته العملية الصحيحة. حط له 99 قطعة نقدية، يعني من أمات الميات وأمات الخمسميات وأمات الألوف وأمات الخمس آلاف. في خمس آلاف؟ خمس آلاف ما في يمكن. إيه وعود بعيد تفرج شو بيساوي. فعلا ذهب الملك خلف العامل وسمعه وهو يلاعب أطفاله ويحنو عليهم، وبعد أن انتهوا من العشاء ذهب الملك ووضع الكيس أمام الباب، أمام باب العامل، ثم قرع الباب واختبأ. ففتح العامل الباب ووجد الكيس ففرح بما وجد، ثم قام العبد العامل بعد النقود. ده عنده المصاري قديه؟ فوجدها 99 قطعة نقدية ذهبية، فكانت فرصة للعامل ليشتري لأسرته ما تحتاج ويتحقق أحلام أطفاله. لكن ماذا تتوقعون أن يفعل العامل؟ أخذ يفكر أين هذه القطعة النقدية الذهبية حتى يتكملوا للمية. فازدادوا غضبه فلم يعامل أطفاله بهذان بحنان كما في الليلة الماضية. ذهب صباحا لعمله ولم يتناول فطوره، وكان يعتقد أن القطعة النقدية التي عدها 100 قد سقطت عند الباب، فبحث عنها ولم يجدها، فقرر أن يعمل حتى يحصل على القطعة. فوصل لعمله ولم يغني وكان غاضبا، ويعمل وهو صامت. شو صاير لك؟ كنت تجي مشاري، هلأ لما وصلك 99 قطعة ذهبية ما عندك تحكي؟ غضبان زعلان؟ شو صاير لك؟ فوصل لعمله ولم يغني وكان غاضبا ويعمل وهو صامد. استغرب الملك من حال هذا العامل وذهب إلى وزيره ليخبره بما أصبح عليه العامل الفقير. فقال الوزير: أي قناعة يمتلك هذا العامل إذن؟ فلم يقنع بما وجد فجأة من النعم وتغيرت حاله، فعندها قنع الملك ورضي. وفي ذلك عبرة بعد الاغترار
بقناعة الآخرين بالظاهر إلا عند الابتلاء والامتحان. بصار قناعة عند الملك إنه متى الواحد صار عنده 99 يدور على 100، لكن ما عنده شيء ما سائل عن شيء. فوجود المال ما بيخلي الواحد يرتفع، إذا ارتفع معناه عقله صغير مشغول بالمال. أما العاقل زادت نقصت كبرت صغرت ماله هون عايش في عالم آخر ما ببالي. فإذا وجدت القناعة الذاتية عند الإنسان بما له وما عليه، فعند ذلك يكون الإنسان أسعد السعداء. سؤال: مين منكم بالحارة قانع بما وصل إليه؟ بالحارة مين قانع بما وصل إليه؟ بالحارة مين قانع بما وصل إليه؟ ما حدا. كحقيقة ما في قناعة، بدنا أكثر. وصاحب الخمسة بده إياهم يصيروا عشرة، صاحب العشرة بده إياهم يصيروا عشرين، صاحب العشرين يدور على الأربعين، وهذا حال أهل الدنيا. أما إذا وجد الإنسان الذي يقنع بالقليل ولا يبالي بالكثير وقناعته من ربه هذا الذي قسم لي، فيعيش سعيدا ولا يتعب في الحياة. في قصيدة بيقولوا: لا تكثر لهمك ما قدر يكون، همك واهتمامك وعصبيتك أبدا لا يفيد، القضاء تحتم فالزم السكون. نسمع قصيدة نحن بس ما بنعرف معاني الكلمات، وهذا المرض الذي نحن فيه، لا نبحث في المعاني، نبحث في الصوت الجميل ولا الصوت ما حلو، يعني صوته مثل صوت البقرة، بأذا صوته مثل صوت البقرة وعم يرتل القرآن كما أنزل ما بيعجبنا، لأنه بدنا واحد صوته حلو. إذا نحن وراء الأصوات الجميلة ولسنا وراء المعاني، وراء الصور ولسنا وراء الحقائق. ما عم نبحث في حقيقة لنصل إلى نهايتها، نبحث بصور فقط، بس عطونا صور. والحقيقة دعوها لأهلها، وين؟ أين الذين يعلمون الحقيقة ما هي حتى يصلون إليها؟ فأنا رح أصور لكم صورة عن الحقيقة. قناعة الآخرين بالظاهر، أما عند الابتلاء عند الامتحان فيجب أن تكون القناعة صادقة في داخل الإنسان، لا تهتز بعرض من الدنيا قليل ولا كثير. فالحقيقة هي ما أوصلك الله إليه، هذه حقيقة. أما تطلب أنت أكثر أو أقل أنت ما بتملك أصلاً، ما بتملك تطلب أكثر أو أقل.
انت بتملك بالقدر اللي انت بدك اياه. فارضى بالواقع، اذا رضيت بالواقع ممكن ان ترتقي لما هو ارقى، واذا ما رضيت يقطع بيدك ساوي. انسان رب العالمين قسم له ما يكفيه، والله لو كانوا احسن من هيك كان احسن. إذن هذا ليس معناه انه يريد غير ذلك، معناه انه يعترض على الذي اعطاه. يا ربي ليش اعطيتني هي؟ انت انا ما بدي اخفيه هي، بدي هديك، بدي اكبر. وبيعرف يقرر لحاله انه هو بده الاكثر، وكانه حضره الله عز وجل بده ينزل لمستوى ويعطيه على حسب حاله. وهل هذا يمكن؟ ما ممكن. اذا اسلم الطرق ان تكون راضيا بما اعطاك الله. واجمل الطرق ان تكون مستسلما للقضاء الالهي والقضاء الرباني. وان لم تكن مستسلما ما حدا تعبان غيرك. انت التعبان وانت اللي عم تتحمل، وما حدا راضي غيرك. وما لك راضي ما بترضى، ومين سائل عنك رضيت ولا ما رضيت؟ بعد دراستي بهذا العالم شفت انه الانسان يحسن يغير من حسن لاحسن او من احسن لاحسن، ما بيحسن شغله بايده. طالما الشغله بايده منسلم. يوم بصله ويوم عسله ماشي الحال. القانع بيقول خبزة وجبنة وسندة بحيطة ولا خروف محشي ورا عيطة. هذا القانع الموجود فضلا من الله وكرم. أما نحن نعلم الله شو بدنا؟ إن كان المرء يريد تغيير قناعة سليمة لديه فما عليه إلا اتباع ما يلي. أولا الاعتراف بالواقع. إنسان رزقه محدود الحمد لله، وهل يملك سوى الحمد لله؟ فليش ما بتطلع الحمد لله وبدنا غيرها؟ طالما ما بتملك غيرها خلص سلم وخلصنا. لا لا لا، بدي. وأظن 90% من البشرية ما قانع بما وصل إليه. صبي العشرة هذول الدرويش رضيانين. الواحد حشاش بيغلي الشاي بالكيلة ويشرب شاي لاعد لحاله مبسوط. اجا واحد اتعدى عليه
قال له يا ربي شو بدك بيه البشر كلهم انت؟ سما صغيرة وانا وياك لحالنا وما بنعد ابنه، لانه هو لحاله مبسوط مكيف. لما دخل عليه الثاني شوش عليه. في كثير من الناس بيحب العزلة بس يقعد لحاله، هذا مرض، العزلة مرض. لذلك من كلمات مشايخنا الله يرضى عنهم بيقول: ليست الخلوة أن تخلو في مكان لا ترى ولا ترى، إنما الخلوة أن تلتقي بالخلق ولا تتأثر بمخلوق، يبقى ارتباطك مع الخالق، هاي الخلوة. الجمعة الماضية الناس سألوني إنه بدهم يعملوا خلوة، ليش خلوة؟ شو فيها الخلوة؟ أنا بعرف اللي عملوا الخلوات، عملوا الخلوات 40 و60 و80 يوم، بعد ما خلصت الخلوة خلصنا، رجعوا لأخلاق أسوأ من التي كانت عندهم. لذلك لا تنغروا بالخلوة ولا تنغروا بساعة الصفاء. ذكرنا الله لكن سبحان الله اليوم كان ذكرنا صافي، ما عكرنا شيء. لا تنغروا بهذا الصفاء لأنه ليس له دوام، ودوام الحال من المحال. لذلك لا تفرحوا بالحال إذا إجا، ولا تكرهوا وتزعلوا من الحال إذا ما إجا. والله صرني بذكر الله يمكن أكثر من 10 سنين، هالصفاء اللي بيحكوه ما عم شوفه أنا، شو بدي ساوي لصير عندي هالصفاء؟ كأنه عم يقول له يا ربي انت ما عم تعرف تتصرف، لازم تتصرف غير هيك. بحضرة الله عز وجل يراجع بأمره، ارضى بواقعك، هذا الذي قسم لك. الاعتراف بالواقع الذي يعيشه والتعايش معه، تتعايش مع واقعك. زارني شخص، لكن شخصية، كل ما قال له أستاذي امرني شو بدك، يلي أنا أعيد 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 أعيد، بعدين قال لي سلام عليكم، أنا شو لي علاقة في الموضوع، سلام عليكم مع السلامة. راح الله يهون عليه، شو لازم ساوي أنا؟ راح. وإذ بيجيني نقل عن لسانه، قال محا كان عندك فلان، إيه كان عندي فلان، يعني شو صار يعني؟ قال يحكى عنك، يحكي أهلا وسهلا. شو حكى عني؟ قالوا لي شو حكى؟ قال لهم هذا رجل لا كالرجال، قالوا له طيب شلون عرفت؟ ان شاء الله تاني مرة ما بتتأخروا، أخرتكم السيارة اليوم. قال له شلون عرفت؟ قال له أنا قاعد، دخل عليه فقراء ما طلعوا إلا رضيانين بالحكي، دخل عليه متوسطين طلعوا رضيانين بالحكي، دخل عليه
أغنياء طلعوا رضيانين بالحكي. فأنا فكرت شلون عبد حسين يرضي هالناس. فطلع معي نتيجة أنه لو لم يكن هو راضيا بقضائه وقدره ومستسلما لما استطاع الناس أن يخرجوا من عنده راضين. وين هذا المعنى بتلاقوه؟ ثانيا أن تكون لديه الرغبة في التغيير، يعني ما بعوده بس إذا في مجال غير بغير. أنا عم غير كتير كتير، عم حاول إني غير بملكه بساوي ما بملكه شو بعمل ضمن الحدود. لكن إذا كان أنا بملك العشرة وطلع بإيدي ساويهم 12 ما بقول لا. لكن ما بنقبل إياهم 12 أجوا أجوا ما أجوا ما أجوا. خلي الأمور مربوطة بالاستسلام الرباني، وربك يفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل. بس تعلموا سلموا القيادة، سلموا القيادة لصاحب القيادة الذي يملك القيادة. ما تقولوا يعني والله امبارح كان مطر وكان ثلج، اليوم الشمس طالعة، يعني ما منطقي هذا. لازم يكون شتي شتي صيف صيف. وتقلب الجو علينا أبي مرضنا، أبي خلينا نقرب. فلازم نقله لالله أنه ما يساوي هيك. وهل تعلمون ما هي الحكمة التي أرادها سبحانه وتعالى من تغيير الجو؟ احكي لكم لقطة صغيرة. بالبرد الحشرات كلها بتتخبى، بيجيها يومين صحو تطلع كلها لبرا، بيبعت لها السقيع حتى لا يبقيها. ليه؟ الحشرات بتتوالد، يعني المرأة بتجيب كم ولد بالبطن الواحد؟ 4 أولاد. في أكثر من 4؟ سمعت واحدة جابت أكثر من 4 أولاد؟ أكثر قد 6 بطن واحد، بطن واحد في أكثر من 4؟ أنا عامل دراسة في الموضوع. 4 أولاد ببطن واحد، وبعرفها واحدة حارستها خالد. أول بطن 4 وثاني بطن 4. زوجها ما بده أولاد ما بده أولاد ما بده أولاد، أم له 4. ترك البيت وهرب. ليعلم الإنسان أنه لا يستطيع أن يقف أمام القدر. فالمستسلم للقدر بحب غير، لكن ضمن المحيط. كثير أنا بيقولوا لي فلانة طلبت تدين مبلغ ندينها، لا بعتوني يلا شوف شو بدي اساوي. تيجي لعندي إيه ليش انت ما خليتهم يدينوني؟ بدي اعرف شو بدكم تساووا بالمصاري. قال والله في واحد بيشغلنا اياهم بيعطينا بالشهر كذا. طيب اذا راحوا شو بتساووا؟ ما بصير يروحوا، زلمه موثوق.
لذلك أنا مالي مصلحة. أما واحد بده يتدين مضطر، ابنه بالمستشفى ما معه، اي معلش يدينه. واحد مضطر احترق بيته بده يرجع يكسيه، مضطر اعطيه. اما شو دينوني مشان انا اعطيهم للزلمه يشغلهم ويعطيني المرابع بعدين برجع المصاري لاصحابهم؟ هذا منطق؟ هذا كثار من النساء ياتوني بهذا السؤال، حتى البعض حكوا مع بعضهم قال الشيخ ما بده يكون انتم تعيشوا، بده هو يعيش. ما لفر معي انا شو ما حكوا يحكوا، بس انا بعرف حالي شو. انا عايش الحمد لله ومستور، والله بيعطيني اكثر ما استحق. يعني ما حدا يتبادل لذهنه انه انا بحكي انا الي مصلحه. الحمد لله انا ما عندي، عندي فوق الكفايه بفضله وكرمه وعطائه واحسانه. منين؟ لانه انا بيجيني يوم وايام ما معي حق ربطه خبز راضي، بيجيني يوم معي اني اتبحبح بشتري رز وسكر وسمن وبحبي، لانه اجوا هذول بروحوا وكل وحده بتروح بمحلها. القناعه الموجوده عندي هي عم ترضيني، بتجعلني اني اكون دائما مرتاح. ما يوم من الايام انسان دخل علي ولقاني معصب، ما بعصب الا من قليلين الذوق والفهم. كون انا طالع من الدرس هل كان هي الى سؤال وهي الى سؤال وهي الى سؤال، فبيجي بدي اسمع سؤال تكون 20 وحده حوالي، ومتى وحده سالت الثانيه صار بدها تسال سؤال طفاش، والثانيه بتسال والثالثه بتسال. لذلك انا حطيت حد، ما بعطي جواب لحدا. إلي بيت اللي له سؤال بيجي لعندي، اسمه هلا واقف، ما عاد حسنت واقف انا من رجلي، ايه ما عاد شيء، بس سؤال بس كلمه، كذابين. لذلك مقلع الكل. ثالثا ان يتصف بالاداره والصبر. شو الاداره؟ يوم بيجوا نتبهلك. عدد من التجار اجتمعت معهم، بيجي 50,000 ليرة باليوم بيصرفهم باليوم، بده يجيب كل شيء. بقى لك يا ابني هذول اجوك اليوم 50,000، قد يمر عليك شهر ما يدخل عليك شيء، حطهم على جنب وخلي مصروفك بالقدر. تعلم التقدير، تعلم الانصاف، تعلم الصبر. لان خلص ما هي مصاري حتى ما اجيب، اجا شويه مصاري صار بده سياره له وسياره لمرته وسياره لبنته، راعوا المصاري وقع تحت الدين. عقلك شغله ومنظار، خلي يكون منظارك للمستقبل البعيد. اما يكون منظار اني طالما انا في بحبوحه بدي اتبجح، اذا صرت في بحبوحه اكتوم ذهبك وذهابك ومذهبك. كل الناس هيك او اندر من نادر اللي تجدونه هيك؟ ان يتصف بالإدارة. اجيت بالإدارة، راحت بالإدارة، بتم انت عايش مرتاح. رابعا ان يمارس القناعة الإيجابية.
أنا قانع أنه عندي كاسية مي بس خايف هلا أشربها. إذا هلا شربتها خاف شوية الخار أعطش ما لقي مي، لذلك رح خبيها. إذا عطشت ولقيت صوتي ما عاد طلع بشرب، أما لا ما رح أشربها. لو كنت عطشان معلش وفرها شوية، وفرها بعد شوية بتلاقي حالك بحاجة إلها. أما إذا فضيت الكاسة ما في غيرها. هذا الذي وقع الناس فيه. ويستمر على ممارسة هذه القناعة، لأن الاستمرار بها يجعلها جزءا من شخصية الإنسان وكيان الإنسان. أخي هذا إنسان عنده قناعة، تركوه لا تقربوا عليه. كل أهل الدنيا إذا اجتمعت تحسن تغير قناعتي أنا بأن الله معنا، ممكن. لو قالوا لي وين موجود بقول لهم وين موجود، وبعرف وين موجود، ولا يغيب عن مكان. ورح أجيب لكم مثل القدرة الربانية. لو حطيت هلأ تلفزيون ولفته بطالع محطات، إذا ربطته بالريسيفر بطالع محطات، منين بجيبون؟ من قلبه من جوا، بياخذهم من الأنتين. الشريطة اللي جاي من على الأسطوح لتحت هي اللي بتجيب الصور كلها. إذا انقطعت الشريطة ما عاد في شيء. أنا بدل ما أخذ من الشريطة بأخذ من الحطة مباشرة. قلت المسألة القناعة تصل على المحطة، أما تعيش تحت أمر الشريطة. إذا الهواء حركها بتحرك الصورة عندك، يكون عندك قناعة. القناعة ما أكرمني به الله هو ما يصلح لديني ودنياي، وما منعه عني هو الذي يصلح لديني ودنياي. الصدق باعتناق القناعات الإيجابية، وأن نغير قناعتنا بإيجابية لتصبح إنجازاتنا أكثر إبداعا. أنا عندي قناعة، الإنسان إذا أراد يحرك العقل تبعه بيعطيه عجائب وغرائب. من هذه القناعة إذا جلست مع أهل العلم، أنا بيقولوا عني جاهل ولا عالم؟ كلام الناس مو كلامي أنا، بيقولوا عني جاهل ولا عالم؟ هل لي منكم يا الحارة بيقول عني عالم؟ يرفع أصبعته. كلهم ما شاء الله. إذا ما حدا بيقول عني جاهل. إذا طلعت من هون على البيت، عندي فترة بشتغل بالعلم، مرات بالقراءة بتعب الإنسان، لذلك بالمدارس الحصة عاملينا 50 دقيقة، بيعطوه فترة 10 دقائق بيرجع على الحصة الثانية، لأنه العقل ما عنده اتساع للضغط بشكل دائم، بده يحطهم يتركهم فترة ليتخزنوا بعدين ينتقل لغيرهم. هذا المنطق.
إذا تعبت من القراءة معناها لازم أقعد هيك وتسلى وهاتوا فنجان قهوة وكاسة شاي، ما عندي شيء، تعبان من القراءة بدي ارتاح. أنا هي ما بعرفها بحياتي، بحياتي كلما مرت علي بريد الكهرباء خربان بصلحه بهالفترة هي، الضوء ما عم بيشتغل بشغله، كرسي الحمام مكسورة رجله بصلحها، كهربجي ولا نجار؟ كهربجي ونجار شو فيها يعني؟ وحداد ومكان سيان. ليش أقول لا؟ طالما العقل موجود. من أسبوع كنت قاعد بالبيت بالليل ندق الباب، جايني واحد من خارج القطر، أهلا وسهلا ومرحبا، قال والله هي الساعة ما عرفت أنا ساويها، خذ ساوي لي إياها. قعد قدامي بكيت الساعة، صلحتها وركبت العقارب وطبقتها وتريد تفضل. قال لي أنا هلا تعلمت شلون تنفك، أنا جاي لعندك لأن ما عرفت تفكها، حرك عقلك. أنا بحياتي مو مر علي ساعة فكيت من قرني لقيت حالي غلطان، رجعت طبقتها وفكيت القرن الثاني لحتى ضبطت معي. ليش حتى ما تضبط؟ شو ناقصني؟ فالعقل يجب أن يكون متحرر، ما يكون جامد مثل اللبخة شقفة وحدة، لا، لازم يكون العقل متحرر ويسبح يمين وشمال. بتلاحظوا بالدرس مرات بروح على الشرق بروح على الغرب بروح على الشمال برجع للنقطة اللي بدأت منها، ما بضيع حالي، منين بدأت برجع لي ما بدأت. شو بيمنع الإنسان يسبح بالعالم؟ السباحة بس بالمي؟ سباح بالهواء، سباح في عالم التفكير، وليكن عندك إيجابيات بفكرك حتى تطلع من البوتقة اللي أنت فيها لما هو أفضل. بس دائما خلي مخك عم يشتغل، ومخك إذا شغلته بالأشياء بينقطع عن أشياء، وإذا تركته خامل مين بيتغلب عليه؟ الهوى. وإذا تغلب الهوى بيدلك على ما لا يرضيك ولا يرضي الله عنك. معظم الذين يقعون في المعاصي مين اللي وصلهم؟ عطل تفكيره عن ما ينفع وقع بما لا ينفع. مرات بيكون صاحب مصلحة تعلق عنده عقدة، بيجي لواحد درويش بتنحل العقدة بالبطاقة، ما عنده شيء ما بصير، بس يكون المخ صافي ونظيف، ما يكون المخ مربوط بأشياء وأشياء وتعب بدك تضبطه ما بيضبط معك، بدك تصفي من جهة لحتى تصل إلى جهة ثانية. والإنسان لا يتسع إلا اتجاه واحد، والاتجاه الثاني لا يأتي إلا بالوقت، نفس الوقت لاتجاه واحد ما بيسع اثنين، بدك وقت ثاني.
ساعات الفراغ اشغلها بما ينفع. معنى شيء الواحد الإنسان تروح دع على جارتها إلا أنا بدي أشرب فنجان قهوة عندك يا عندي، متذكرة بالله هي جارتنا ما بتصلي، لا تصلي، ذكروها باسم الله، معلش ادعوها إلى الله. سيدنا ذنون، لا جمعتوا ما فهموا عليه، هرب، وين راح؟ راح على شط البحر، سناولته السمكة حطته ببطنها. السمكة قديش طولها؟ طول السمكة 50 متر. قديش تخنها بقى؟ فات جوا، لكن درجة الحرارة جوا 50 مو 40. هو جوا صاحي واعي، قال له سبحانك ما لي غيرك، انت اوقعتني وانت بتطالعني. فاجاني داء، عندك استعداد تصبر على جماعتك حتى يصيروا؟ قال له خلاص التوبه، بروح بصبر بتحمل. بعد ما طلع من بطن الحوت، يعني من ارتفاع الحراره لحمه مستوي ما بيتحمل حرارة الشمس، فرب العالمين بعث له شجرة يقطين تظلله حتى يألف الجو، مثل ما بيطلع الولد من بطن أمه بيتحمل برودة الجو الخارجي، بيلف الفو لحتى ما يبرد مشان يعدل الجو الخارجي. لما ملك عدله وارتاح، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، والـ100,000 كلهم مستسلمين، شو بدك نحن معك؟ لا، في مستسلمين، في راضين، في معترضين، في نقادين. هلا كل اللي عم يسمعوا مني انا كلهم قانعين بكلامي حق 100%. يا ما ناس هن عم يسمعوا عم يفكروا انه هذا الكلام صح ولا مو صح. والله لازم يكون في اصح، لازم نراجع. البعض بيسمعوا درس بيروحوا بيراجعوا بالكتب. أحد أهل العلم قال لي أنا سمعت بالدرس عن طريق الإنترنت وأشكل علي الحديث اللي أوردته، أنت ماني سمعانه؟ قلت والله قبل ما أروح ناقشه لطالع في كتب الحديث. طالع في كتب الحديث وأوجد الحديث كما ورد. قال لي والله ظنيتك أنه أنت بتشهط وبتلحوش، بس طلع والله الحديث صحيح 100%. اللي كثير انا بترقبك بقول هي غلط، بروح بدي براجع بلاقي بمحلها. اذا كان العبد معتمد على ذاته ما ممكن لا يخطئ الا ان يخطئ، اما اذا كان اتجرد وصار اعزل ما بيملك شيء ولجأ إلى الذي يملك، فإذا لجأ إلى الذي يملك بغلط الذي يملك، الذي يملك لا يخطئ.
وما في من يملك إلا مالك الملك. فأنا بنصح كل إنسان وكل إنساني موجود في العالم يتجرد عن الكل ويلجأ اللجوء المطلق للحضرة الإلهية، ولكن ليس اللجوء الصوري، اللجوء الحقيقي. بلساننا أنا لاجئ كليا إلى الله عز وجل، أما إذا واحد قال لي ليك فلان شو ساوى بتغير قلبي عليه، هيك حكولي معنى أنا ما في عقل؟ مين معه قالي بصدقه؟ لا، أنا عندي من العقل، مهما وصفوا لي بقلبي ما بيتغير، لأنه أنا واثق. وبعد الثقة في شيء غير الثقة؟ بعد القناعة في شيء غير القناعة؟ فأنا قانع، ما في قدرة تغير لي قناعتي. لكن أكتركم أنتم عنده هذه القناعة؟ ما بظن في ناس عندهم أكبر من هذه القناعة، وفي ناس بيناتكم ما عندهم قناعة بالمكان الذي هم فيه. بدهم يجربوا هون أحسن ولا هون أحسن، بيروحوا لهون بيروحوا لهون بيروحوا لهون بيروحوا لهون. مرات بيحكوا لي إنه رحنا شرعنا وغربنا، إن هلا ما جينا على الدرس 3 أشهر، يعني ما خلينا مكان، بس والله ما لقينا مين يستوعبنا غيرك. طيب من الأول خليك ثابت، شو استفاد بالتغيير؟ في فائدة ولا ما في؟ لألكم الفائدة. إذا إنسان بالمدرسة مستمر بكل دروسه التوقع لنجاحه بآخر السنة متوقع، أما إذا كان بيحضر يوم بالصف الثاني ثاني يوم شو هدول اللي بالصف الثالث أحسن مين بيحضر بالصف الثالث؟ والله شاد الصف الرابع كمان مو أفهم مني، حضر بالصف الرابع بعده بالصف الخامس بعده بالصف السادس، عاد يعرف يرجع للصف الأول؟ أنا حضرت في الصف السادس لم يرجع للصف الأول، ما عاد يحد يرجع. طلع بعلم ما طلع بشيء، مثل العصفور، كان العصفور يمشي مخترة، قام شاف الآب بيتمختر أكثر منه، إجا بده يقلده ما عرف، بده يرجع لمشيته ما عرف، صار ينطوة نطوة. هيك بيصير فيكم بالتغيير والتبديل. الله أكرمني بهالمكان وعرفت هالمكان، ومر علي ما هب ودب إني غير هالمكان. أنا قلت مكانك تحمدي أو تستريحي، فثباتي في المكان على أميتي. أنا كنت بهالجامع أمي، ما بعد بكتب برا، فثباتي مع أميتي جعلني أسبق الذين درسوا العلم وتعلموا. الثبات منه النبات، لو زرعنا شجرة بأرض 3 أشهر نقلناها لأرض ثانية، بعد 6 أشهر نقلناها لأرض ثالثة، بعد 6 أشهر نقلناها لأرض رابعة، وكان أصلها مشمش بلدي بياخد العقل، شو بتعطي؟ بتصلح لإيش بعدين؟ بتصلح للنار؟ لأنه ما ممكن إذا تنقلت عاد تحمل،
بده ثبات. فالله يكرمكم بالثبات في المكان يلي عندكم القناعة فيه، والقناعة الفعلية ما القناعة اللفظية، المكان اللي صار عندكم القناعة الفعلية فيه خليكم ثابتين فيه، لا تتحركوا لنهاية المطاف. ونهاية المطاف أنا ما بعرف النهاية إمتى، نهاية أنو مطاف؟ في عندكم نهاية المطاف؟ أنا بعد ما بينتهي عملي بروح على آخرة، لكن مين هاللي خصصني الكون؟ قدرتي وعقلي وتفكيري؟ لا، يلي خصصني الكون الله. خلي ثقتكم بالله بعدكم احسن. اما اذا كان ثقتكم بمخلوق معنى انتم ضعاف، ما عندكم قدره تصيروا بني ادم. القدرة مع الخالق عز وجل لا تتغير ولا تتبدل. لذلك سيدنا عمر قال: من قال محمد مات قطعت رأسه. محمد موجود، ما عم يصدق انه سيدنا رسول الله توفى. فسيدنا أبو بكر قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي باقي لا يموت. يعني خلي ثقتكم بالله وحده، وكل ما سواه تبع له. بتحبوا النبي عليه الصلاة والسلام لكن تبعا لفضله وكرمه عز وجل. أما النبي ما هو من عنده كل شيء، وما عنده شيء، مسكين ليس له شيء، وهو يقول: ليس لك من الأمر شيء، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بعدين أنا المتصرف، أما أنت ما لك شيء، مو هيك معنى الآية؟ فخلي الإنسان يكون ثقته بالله عز وجل. يعني أنا يمكن الدرس القادم تجوا على الدرس ما تشوفوا حدا، وينهم؟ والله الشيخ مات. إيه وإذا مات يعني؟ أعظم منه رسول الله مات، هو إذا كان مات شغلة طبيعية. والموت فرض على كل مخلوق، كل إنسان خلق بده يموت. أما هاللي ما مخلوق ممكن ما يموت. في شيء بالكون ما مخلوق؟ الله يجعل ثقتنا بالخالق وارتباطنا بالخالق وقطعنا عن كل ما سوى الخالق بأنه هو يكفينا لدنيانا وآخرتنا إن صدقنا معه، وإلا منعيش قلقين مثل حكاية الملك. قلق ملك وقلق، لأنه عينه بأكبر ما هو فيه، بده أكثر من هيك. فكل واحد يكتفي بما هو عليه ويرضى بالواقع، لكن مو معناها ما منحرك عقلنا لنصل لما هو أرقى. لا، منحرك عقلنا لنصل لما هو أرقى. دائما يكون تفكيرنا بالله ولله ومن الله وإلى الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.